وانا عايز اخص بالذكر طبعا طبعا النجم الكبير علي معلول، احد نجوم المباراه ان لم يكن هو النجم الاول لهذه المباراه. طبعا بعد احرازه الهدفين، هدف ممتاز من خلال التفاهم الواضح ما بينه وبين جونيور اجاي نجم نجوم النادي الاهلي ايضا، والهدف الثاني كان من ركله او ضربه جزاء. فعلي معلول طبعا بيأدي مباراة كبيرة جدا وعلى غرار الفترة اللي فاتت كلها. ولو تفتكروا كده فترة من الفترات اللي فاتوا كان الناس ابتدت تنتقد علي معلول شوية، قلنا يا جماعة علي معلول لاعب كبير جدا، مش عايزين نأثر على اللاعب بشكل نفسي سيء. هو امبارح أثبت ان هو لاعب بشخصية كبيرة، ومعروف عنه على فكرة من ساعة ما جه النادي الأهلي لاعب بشخصية كبيرة يستحق انه يكون متواجد في النادي الأهلي. ودايما المباريات دي هي اللي بتبين الشخصيات، قوة الشخصية عند كل لعيب. انت لما تبقى في النادي الأهلي لازم تبقى شخصيتك قوية. قوية ازاي؟ في المرور من اللاعب اللي قدامك، في ان انت تحرز اهداف، في ان انت تكسب اصعب الفرق. فامبارح طبعا كل الشكر لعلي معلول، كل الشكر لاجاي، الفريق ككل طبعا عمل مباراه كبيره، لكن انا عايز اتكلم على نجوم هذه المباراه. الكل بيساعد بعض والكل فريق واحد، ده امر معروف في النادي الاهلي، لكن النجوم علي معلول، اجاي، ياسر ابراهيم، احنا كسبنا مدافع كبير قوي قوي، لاعب بروح عاليه تحس ان هو مولود جوه النادي الاهلي، بيأدي مساوات ممتازة، سواء شفناه في ماتش أمام الزمالك، شفناه في ماتش السوبر الأولاني مع بداية هذا الموسم أمام الزمالك أيضا لحد ما اتصاب وطلع كان ممتاز. بعض المباريات اللي لعبها كان رائع جدا فيها مع النادي الأهلي هذا الموسم. متولي أيضا أدى مباراة جيدة. أليو ديانج ده اتفقنا مع بعض كده في حلقة من الحلقات السابقة أنه خارج التقييم، لعيب وعنصر مهم جدا كان بيفتقده النادي الأهلي على مدار مراحل كتيرة وسنوات كتيرة سابقة. لكن في المجمل الكل أدى مباراة جيدة بما فيهم طبعا مستر جنيفا اللي تغييراته كانت مميزه، بالاضافه لاليو باجي كمان اللي نزل في الشوط الثاني وعمل مباراه كبيره. احنا فرحانين ومبسوطين، ده امر معروف، لكن دايما دايما بننتظر القادم، دايما بننتظر الحسم من خلال الثقه والدعم اللي احنا دايما بندعمه لجمهور او لفريق النادي الاهلي تحديدا من قبل جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله الفريق يقدر يرجع بتذكره التاهل لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد ما نتخطى عقبة سان داونز في مباراة الإياب.